الحمد لله في حكم التنزيل. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله. السيد فاضل مدير المدرسه، الساده المعلمين الكرام، اخوان الطلاب، احييكم بتحيه الاسلام الخالده. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، يوم يلقونها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. العظيم، والآن هيا بنا نقطف وردا من السنة النبوية على صباحها أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع حديث شريف قال الفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هل تعلم من طالب عمار بول؟ هل تعلم أن اليوم الذي خلق فيه سيدنا آدم هو يوم الجمعة؟ هل تعلم أن أول صلاة صلى الله رسول الله هي صلاة الظهر؟ هل تعلم أن أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي؟ هل تعلم أن عدد الأنبياء 120 ألف نبي؟ وشكرا. شكرا. والآن مع سؤال وجواب بطل محمد إيمان. ارفع إيدك. يلا. سلم توزيع الجوائز يا. كمل. يلا. ما السورة التي تبكي الشيطان عند التلاوة؟ السورة التي تبكي الشيطان. عود. البقرة. يا فاتحة. لا. ياسين. يقول لك سورة هاي الكرسي. عدد أركان الإيمان. عدد أركان الإيمان للرابع حرف. وين الرابع؟ عدد أركان الإيمان. بس الله دائما مش كف لحمزة. يلا ها. كم عدد كلمات آية الكرسي؟ كلمات آية الكرسي. إذا حسيب بدي أقعد فين؟ أحلى زياد. كم عدد السور؟ عدد السور المكية. السور المكية. ما فيش غير معنى بشار. يلا صلاح. 82. لا. ينال. لا. هذا اللي قدامك. 85. تعال. كيف لابو سيوف؟ ممتاز الأسئلة يعني. أسئلة رائعة. من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عيد السؤال. من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حواري الرسول. جاب أكثر من واحد. هذا خطأ عام. خطأ شائع. إيش؟ لا واحد الجواب. صحابي واحد غير يا نبيل. يزن. زبير بن عواب. كفله يزن.
من هو والد الرسول؟ شكرا جزيلا، شكرا لمعوضات يا كبير. نشكر طلبة الصف الثامن.